انفضاء انت. سبيكر سبيكر يرحم والدينكم. الله الله. هيا اخرجوا يا شباب. هذا تحمس مره. لا والله هذا يبغى يصفر يصور يصفر يبغى يصفرني يبغى يصفر الرياض. ايه صفرنا كلنا. تصفر يا شباب تصفر. لا تعالوا خلوا يصفرنا. ادعي مجيد يصفرنا. عشر دقائق خلك الكاميرا. اقول لك مجيد والله ما شاء الله مصفر محترم. ما شفت احلى من اللوكيشنات من التصوير. اي والله تبغى تصور اللوكيشنات صورها يعني صورها يا شباب خلوكم فاهمين عقلي. ها اعرف لكم واحد الله يستر عليه. ايوه منصور وعلي شباب اهلا تعالوا خلوا يشوف اهله الله يستر عليه. حزننا والله عليه نفس الوقت ضحكنا. لا طقطق عشان الله ما يبلاك الله ما شماته على اساس توني جاء. صح صح. من هو ذا؟ لا والله لا يعني لا والله انا اقول لك شيء. سلام والله جوك. واو واو نو موش مكمل والله المريخ. والله سمعنا كلامكم مع الكائنات تقولون خلوهم يفلحون. كائنات تبيعونا يا شباب. لا ترى نحن فكينا الباب. وتروح تجتمع في السرداب يا عبد الله تفكر الاخبار ما توصل. لا لا وصلتكم السالفه. لا وصلتك السالفه. كذا تبيعنا نمزح. والله ارمي من البحر اذا بعناك يعني نكوتين فهمت. ارمي من البحر. طيب الله يحييكم يا رب. حبينا نقدم هذا الشيء البسيط. صفق صفق والله صفق. لا دخول من نوعه. صفق طول عمرك كلكم. صفق صفق شباب. وان شاء الله التنظيم بيكون في ال كافو. اللي يمشي كذا طقطقه اللي يمشي كذا امينا. كافو نعم. انا ابغى اشوف اللي يمشي كذا لاني ناوي الاسبوع هذا امشي كذا. بس ايش وضعه؟ قرارات كثيره الغيت من السابق. والله اشياء جديده حصلت. الغي عشان احلف بعد اطبه. انت اذا رحت السرداب بتعرف ايش اللي هناك. اوه وبالتوفيق يا شباب. اشوف اعلمكم يا شباب. يلا روحوا تعال. حط لنا كمين يا عيال. ما في احد يبغى يكون موجود الا المتسابقين. الاعداد واللي وراء الاشجار كلهم ما يبغونه عشان كذا اذا رحتوا السرداب تتفاجئون. تلقوا اشياء تتحرك مثل اللي هنا. اسالك بالله اشياء تتحرك لكنها صغيره. اسالك بالله العظيم صغيره تعدي كذي مثل النامس. هذا النظام. نعم يوجد اشياء من اللي خلاها منظم لا تعلمون بها ولكن في ناس تعلمون بها. ايش مسابقة ركض جامد خليتهم انت اللي ساعدته بالشيء هذا خليتهم يحطون. لا لا والله احنا من المعارضين. جماعة نرجو طعم يا عيال. ايه صالح صالح لا سافر شباب المايك. لا المايك قلبت تفصل بطاريات لازم يغيرونه. ذكرني اقسم عليك انت تعرف ايش معناته حط خيط ضحكه بضايه. الله ينشف يا شيخ. لا هذا شو اسمه لا ضحكه بضايه. لا هذا ذبان فضائح. هذا ذبان فضائح. صلوا على النبي يقولوا لا اله الا الله. الرجال تكلم وكفى وقفه المنظم. لكن احنا زيد ما نتكلم. تسلم شباب. تعرفون الوضع حبي والوضع اخوي. الوضع اخوي وحبي اكيد. اي شيء تبغونه احنا بنوصله لكن اذا ما صار عاد بتعذرونا. لكن والله ننصر ونقعد وراه 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 لين يتنفذ. كفو كفو. صلاحيات للكل ما في احد عن احد يا حبيبي. كفو. قدموا اوراقكم تروح كلها. ما يحتاج يا عبد الله. رفضت اوراق ورجعت اوراق نبينها لكم كلكم وعلى الهواء بثم المليان. كفو. اقول لك منظم فخم ومساعد منظم افخم. نبدا في الاخير في الاخير. لا لا خلاص انا عشان ابغى اشوف سرداب ايش فيه. هل باقي فيه في الريلتي فقرات؟ فقرات؟ لا ريالتي عد ريالتي خذ راحتك. سوي لي ثلاثة جمع ثلاثة اثنين ما هو لازم تجمعنا كلنا. يا سلام القرارات الجديدة بتقدر تسمعها. يعني ترى اللي بيجي يقول شباب ابغى لكم اي اجتماع ما ابغى اجي. ايش في راسك؟ ما ابغى اجي. شباب يزبد له ترى في يحترم نفسه ويروح من البداية هو يسوي فقرة. والله يا اخي عجبتني بجي ما عجبتني بمشي. طيب اسمعني اسمعني القرارات الجديدة متى ان شاء الله بتقولونها؟ انا مالي دخل في القرارات لكن حاب افيد يا شباب. تفضل تفضل انا كبت واضح القرارات
الجديدة وصلت بعضها شيء منها نظري وشيء منها عملي تعرفه كويس. أنت خاصة تعرفه كويس. لا لا صلوا على النبي. القرارات والله لا هي مني ولا منه ولا من الإعداد. القرارات أنتم. قرروا عليك يا علي. ايش التنبيه قرروا والله ما لكم الا التنبيه. شيء ضايقكم هنا قولوا كذا 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 هذا الشيء ضايقنا نروح عند الاعداد. يبغون يعطونا حقنا ما يبغون احنا ما نجيبها بالغصب بس كلنا وقفه واحده ويصير يا سلام. اجل على كذا نجلس ان شاء الله اجتماع كذا ونكتب ما في مشكله ابد ابد ابد. لو سمحت سؤال تفضل. في بالمريخ فيه كتاب اقنعني تفضل. لا باقي ما وصلوا طلبوا عن طريق فيدكس. استاذ منصور لا 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 يقصد ان اتينا الارض لناخذها ونوصل لكم الرساله النكبه. يسعد الله وجهكم وجمع الله حالكم ومرحبا مليون والله انكم فخمين وانا افخمكم. تفاعلوا تفاعلوا بس والله تتفاجئون بشيء. تفضل. خدمات المساج اثناء التصحيه للصلاه هذا رقم واحد. في خدمات تطوعيه بتعرض وظائف تطوعيه. مسؤول تقاطع الاصوات. مسؤول ال شو يعني انا عندي مسؤوليه. وش الطريقه الصحيحه؟ مسؤول التصحيح طريقه صحيحه. طريقه صحيحه الحين ما قوم صل قوم صل انت وياه بشواش. المستشار عينا الى الان معاذ الاماراتي. يا سلام اقول يا سلام ومحمود فلاح عشان اتعابه في الطياره. شباب دخولكم فخم. انت فخم وانتم ناس فخمين. وانت فخم زين وحنا معكم وداري انكم انتم اثنين والله العظيم صح منظم مساعد منظم منظم مساعد منظم لكني عارف ان اصلا الكلمتين الكلمه هذه ما انتم ماخذينها بيننا انه يعني شيء رسمي ولا لا لانكم ناس فخمين. هذا اخر مره تشوفونا نسوي طاقه انا لا ابي على قول صالح سرداب يا شباب كذا والله ما في. لكن اقول اشكر دخولكم الفضاء حبيبي. لكن سالفه سرداب وكذا هو بس يا شباب هو الطلب اللي والله ملحين عليه الناس واللي انتم صريتوا عليه اصلا وصلوا لنا الاعداد والله ما يبغون شيء الا يشوفونكم بس. اكيد اكيد ابشر ابشر. ترى اذا انت تاخرت على فقره او كذا او رحت الاعداد تاخرت على رياليتي معين والله الناس تنتظرك. احنا جايين علشان وبالاضافه اللي يختفي على البث يا رجال يجي يقول لنا بس عذره عشان ايش؟ نقدر نحاجج الاعداد ونحاجج اي احد بالشيء. الاوراق عند علي. ايه؟ علي عنده يعني انا ما صلى. ايه؟ هذا انا تعبان. لا والله بنجي عندك وبنشوف صدق تعبان. لا والله بقدر ظروفك نشتلك نحدب الورقه تعبان تعبان يا حبيبي نكتب الورقه الجديده. شاب صلى لم يصلي هذا بيكون عند علي. طلب في ورقه طلبات موجوده عند علي. في ورقه خاصه بالمبادرات الغيت لان ما عاد في مبادرات. في لان هذا كلام مبادرات سامي. خذ راحتك كلام سامي ما هو كلامنا بس مبادرات. التدشينات ماشيه شغاله. باقي مسألة الإعداد هم طلبوا بس ترتيب الدخول هناك عشان الجمهوركم يشوفكم أكبر وقت ممكن يحضرني. أبيض وجهك. صلى على الرسول. صلى على الرسول. أول شيء أشكر أمكم. إيش دخل أمكم؟ أشكر أمكم. أشكرك وأشكر أمك اللي جابتك. صح. أفهم يا. أمي قدم معك. مساعد معك. خليك فلوم. أشكر أمكم على الدخول الفخم. وأشكر أمكم على التنظيم القوي. على المساعد المنظم القوي. والله جاني فيديو شهادة تزكية منكم والله. مهما قلت ومهما سويت ومهما قمت وقعدت ورحت وجيت ما راح أوفيك. إي والله إي والله. ويظل وجهك. وجهك يا أبو علي وأبو عبد الله. ليه؟ والله منظم يعني صراحة ايش اتعب واقول منظم يعني راح يكون من افخم المنظمين اللي مروا. أيوة. مساعد منظم من افخم المساعدين اللي مروا. شغل رقم اثنين راح تتفاجئون من جميع المتسابقين الاسبوع هذا باسبوع ناري حريقة جدا تحيه للمتسابقين عموما. اعلان فلة شمعة منورة. الله اوكي 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 فلة 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 يعني ما صار فلة فلة تصفير تصفير يا شباب. ابو علي كنت انتظر هذه اللحظه افندم اللي اشوف فيها منظم افندم واشوف روحك التنظيميه. اي والله ويعني اكتملت فخامتها بوجود المنظم الفخم. استغفر الله استغفر الله. صدق يا شباب طلابك طلابك يا محمد طلاب احنا نستفيد نقتفي اثرك. والله اني احبك. تسمحوا لي بس حاجه يا حبيب قلبي جعلني فداك. الله يفككم جار يا ابو جعلني فداك. احب اشكر علي اليوم سوينا فقره جدا حلوه العصر يا حياتي انا والشباب اللي كانوا نايمين نقول لهم فاتتكم 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 صوت من جعلني فدوه صوت من
منصور شوف منصور قرني منصور يا جعله دقيقة ولي انا اسبوع مثلا اللي راح واللي قبله فرحت باخبار حلوة بس اقسم بالله العظيم والله ما هو مجامل ان الاسبوع هذا امتداد للاشياء اللي فرحتنا اسابيع اللي راحت طول عمرك انك اخذت الماسي وانك صرت منظم وزاد الجمال جمال انك اخترت اطيب قلب المنتجع الله يجعل لك والله العظيم انك اخترت واحد حتى يمكن يسهل التنظيم واحد اقرب شخص للجميع يا الله يجعلني فدوة الله يرضى عليك سعد الدوسري سعد الدوسري منصور منصور سامحني ها شوف حقيقه انتم فخمين كذا على المرقوب يعطيك اياها كذا لازم حقيقه أوعدكم لا للسرداب جمهوركم معكم يحبكم علي كرثمي حياتي اللي يدخل السرداب عبيها عط واحدة لحق الرجل عبيها يا شيخ تفضل يا قلبي يعطيك العافية بعد الله أجيكم منظم ونائب منظم أنتم أهل الثقة وأنتم قد وقدود نسأل الله يوفقكم يسر أموركم إن شاء الله الله يعطيك العافية وأبشركم من وقف البركة دامكم مجتمعين فودنا جمعة هذه ان شاء الله نتجي في الجنه مشي ان شاء الله اللي بنقدم يا رب وقف البركه وصل 90% 10% ما بعد 5% ما الا ساعتين الحمد لله انا وصلت 90% في مسابقه سريعه جدا جاهزه على المسرح اللي فاضي منكم يا الربع فيجي والله الله المسرح يلا يلا اجيكم مشي يعطيكم العافيه شكرا لكم شكرا لك محمود على هذه الفزعه الفخمه يا حياتي